نوم مشات هادشي كامل دو الديور اللي هي داخل مشي 30 ولا 35 متر كلها ماشيه هكا 35 متر تكون كسر كلها ماشيه ولا زال هادشي قادر يهبط ديك الشيء قادر يهبط هاد الكابليات هذا كل شيء الشرق كيتطرطق علينا البارح بلا هذا حتى هكا راه ما كيبانكش الواقع باش نعيطوا للسيد اللي طلع كيسطح شي مجهد اخويا يا ربي السلامة يا ربي السلامة راه الكابليات الشمنها طايحين اخويا نعم خويا هاد السوكة ديال الدور راه كيطرطقوا في الدور باش كنا في قلب الدار عرفتي شكون خاصك تصور هكاك نعم ما بين والو ياك واخا اختي انا نطلعوا السطح واخا نشوف نبداو بعدا غير هذا الشيء. اهلا وسهلا مشاهدينا الكرام متابعي قناه شوف تابعي عاجل ومباشره من فاس انهيار منزل وطيح معاه ثلاثه ديال الديور مشاهدينا وهذا الشيء اللي قال لنا الساكنه الان اللي في جنبها والقضيه مشاهدينا فيها ثلاثه الناس تخنقوا تم نقلهم الى المستشفى المحلي. شوفوا شنو واقع معنا في هذا المكان واللي كانت غادي توقع الفاجعه مشاهدينا متابعي قناه شوف تابعي اجي غنشوف مع الساكنه والناس اللي اللي كانوا معنا احد الناجين من هاد الواقعه اللي وقعت يوم امس. هنا كنشوفوا مشاهدينا حتى لي كابل باقيين بقى يعني باقي الخطر كما كنقولوا ولو التدخل ديال اللي كما شفنا من الجهه الاخرى العناصر ديال الوقايه المدنيه وكذلك الامن والوقايه او القوات المساعده اللي حاضره هنا بعين المكان. خويا انت معنا اجي قدامي واحد من الساكنه مشاهدينا واللي نهار المنزل ديالو غنبغيو نسمعوا يعني اشنو وقع خويا بالضبط الى يعني نزولا عند رغبتك بعدا لانه بظروف العمل ما بغاش يبان الوجه ديالو باش نوضحوا للمشاهد الكريم. خويا شنو وقع لكم هادشي وقع البارح ياك؟ نعم اسيدي. اشنو وقع لكم بالضبط؟ اسيدي كنا جالسين في الدار ما بينا ما علينا نهار 5 ونص العشية توقعت وقعت طرطيق هنايا ديال الحيوط. قلنا راه يمكن شي حاجة ديال ديك الدار اللي هنايا ديال واحد السيد هنايا واحد الجار تصدق كتريب بوحدها هبطت معها شي 3 ولا 4 ديال الديور ومازال شي حوايج شي ديور وحدة أخرين تاهما راهم في الخطر بزاف كاع يمكن تراب الدار هادو اللي شادين عليها كان اللي شادين عليها واللي في حدانا واللي هذا باب الدار ديالي هذه الدار ديالك عاد خوينا التراب باش خرجت ولادي باش طلعت البنت للسبيطار طلعت البنت للسبيطار لاباس عليها بعدا لا الاكسجين مسكينه ما زالتش تخنقات البنت ازماتيك مسكينه الله الله عاد خرجت حتى لشي 4 الصباح وبالنسبه للناس الاخرين ما كاين حتى شي اضرار ما كاين شي اصابات الحمد لله الجيران ما كاينش ولكن بحال دابا تخنقوا كلشي خرج كلشي تخنق نعم ولكن دابا المشكل بان ملي كنقول لهم بان هذا السيكتور هذا راه كيدخل ويخرج البراني فيه الاكثريه الاكثريه البراني حنا ما عارفينش باساج منه باساج توريستي يمكن كاين شحال من واحد كيدخل تحسبوا الدرب كيخرج وفيه الرياضات فوالا فهمتيني نعم. كيخرج كيدخل ما عرفناش دابا شنو تحت هذا التراب هذا شنو تحت هذه المشاكل العظمى يعني هنا دابا انتم باقيين شاكين ان التراب تكون باقا تحت شي حاجه بان الله يحفظ السلامه الدراري كيدخلوا الصغار كيخرجوا بزاف مشكل عظيم دابا كيقول بحنا الناس كان الجيران وهذا اللي باين راه شفتوه كنقولوا له اللي كنعرفوه كنقولوا له اندرا كي داير بخير لاباس كيقول لك الحمد لله كل شيء راه الحمد لله الاضرار في الديور اياه كاينه ولكن على حساب الباساجير الناس اللي كتدخل وتخرج البراني اللي كيدخل غلط ولا شي حاجه ما عرفناش واش كاين شي واحد دابا لتحت الله اعلم يمكن الله اعلم حنا كنطلبوا الله ما يكونش ولكن راه ما كتعرفش نعم 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 ما كتعرفش خصوصا داكشي جا مفاجئة مفاجئ بزاف كيفاش اللي حكيت لنا يعني لحظه الانهيار واش كان شي انفجار واش شنو طرطيق وقع طرطيق هنايا ومراسي كانت هنايا اجي معنا اختي اجي معنا نعم ما غنشدش لك وجهك اختي طبعا هذا نعم اختي شنو وقع لكم اختي في هذيك اللحظه ديال الانفجار مع 5 ونص العشيه بدا طاح واحد السور خرجنا كنطلوا رجعتنا الدار السور مين طاح؟ طاح من هذا الدار ديال هذا السيد اللي باني بني عشوائي عنده دار بلديه طلع فوق منها 10 الايطاج ما كاين حتى شي واحد اللي يهضر معاه ما كاين حتى شي واحد اللي راه دار بلديه دار قديمه قديمه والمدينه 10 ديال الايطاج اش كدا 10 ديال الايطاج لان الدرقات السمعات البعنانيه ما بقاش كاسبان ما بقاش كاسبان قلت ما كاين حتى شي واحد اللي كيهضر معاه مشينا ودرنا شكايات الشكايات ديالنا كيتغتروا لان
السيد واصل ما لقيناش مع من نهضروا. هادشي واخا كنشكي وكندوزو التصرا وكيطيح كنقولوا واش هو اللي الدار ديالو دابا رابت؟ هو الدار اللي دابا زريبات معنا هاد الديور كاملين، دات معها ثلاثه ديال الرياضات الحمد لله ما كانوش فيها سياح وديما كيكونوا مسكونين، دات ثلاثه ديال الديور الاربعه ديال الناس اللي حنا دابا مشردين في الزنقه من البارح في السبعه ونص العشيه فاش طاحت علينا الضو كان كيطرطخ عندنا في قلب الدار. اذا دابا ثلاثه الديور هادو غير اللي رابوا معاها عاد زيد المتضررين اللي في قبو باش خرجوا الناس من عندنا حيت انا جايه في السفلي، قبو باش خرجوا الديور دابا هادو اللي كيبانوا لك مسدودين بالصراب راه كاينين تما الديور مسدودين عليهم البيبان مسدودين البيبان باش خرجوا من عندنا الدار عندك تخبوا الدار عندي باش خرجوا الناس كنغدو غدو دابا ما عندناش الدار كلشي تماك بالماء وهذا وخلي الرياضات اللي مسدودين والثلاثه ديال الديور اللي على برا والدار اللي من الهيره هي اللي هي اللي طايح عليها في الاول وانا مازال غيكون انهيار هاد الليله لان مازال واحد الطور واحد الصور كيطرطق يا كذا فهاد الجهه هادي الجهه من باب الدرب كيتسرسب بوحدو يا ربي السلامة حيت هادشي دابا اللي باش واخا شنو رسالتكم اليوم للمسؤولين يعني من بعد الحمد لله ربي ملي جاب المكاتب على هاد القد هذا والله يحد الباس نتمنىهم الله ما تكونش اصابات شنو رسالتكم اليوم للمسؤولين؟ كنتمنى المسؤولين يجيو يشوفوا هاد السيد اللي دار هادشي وما كاينش اللي يعرف ما عرفوا ما هضروا معاه ما حتى شي حاجه وهاد الخسائر اللي وقعنا فيهم ماديا ومعنويا ونفسانيا حنا حاليا كنجلسوا في الزنقه ما عندنا لا فين نعسوا لا حتى شي حاجه ما نقدرش ندخلوا لهذا الشيء ما عندنا لا مال ولا حتى شي حاجه جالسين في الزنقه ضعنا والبارح ملي كانوا كيحفروا على الناس سرقوا لنا فلوسنا وحوايجنا من دارنا لان دخلوا الشفاره دخل كل شيء تخلطات الدنيا ما بقيناش عارفين حتى مع النهار كاين اللي استغل هذيك الفرصه كاين اللي استغل ذاك الظرف ودخل حنا هربانين لان الضو كان كيطرطق فينا والساعه فاش حليت الباب راه كان عندي اتصال حتى للراس فاش حيد باب راه دخل عندي بقيت كندفع باش خرجت ولادي بلاتي خويا حيد من حيد باش ما نشدكش سلم نعم كان التراب واصل حتى لفوق الباب كان التراب حتى تما كاينه والضو كيضرب هنا والضو كيضرب هنا ما عندوش فين يتخرج الاولاد راه الكابليات واقفين دابا راه الناس كتسول التراب وزولت هذا الشيء دابا هذا الكابلي هذا راه عاد علاوه اليوم صحاب لا رضيف راه كان عندي هنايا في الباب كيضرب كيضرب الضو فيه ما تقدرش كيضرب حتى الباب ما تقدرش تقيس نعم راه حنا نجينا بواحد الاعجوبه ربي سرنا وتكسبر لنا عمر جديد الناس هنا كبار كاين اللي كيدير دياليز عمرها 80 عام خرجوها غير بالكوردة فينا السيد عندنا كيدير الدياليز دخلنا لقيناه مخنوق مسكين حتى هو راه لا حول ولا قوة الا بالله ياخذ فيها الحق هذا السيد هذا رسالتكم واضحه كنتمنوا التفاعل الايجابي اختي غادي نكملوا معكم اعطيونا بغينا نشوفوا كيفاش هذا الشيء هذا اسمح لي نعم مشاهدينا متابعي قناه تيفي كما كتشوفوا معنا هنا حجم الدمار اللي وقع واللي كما سمعنا الروايه اللي سمعنا من صاحب هذا المنزل هذا اللي كما كتشوفوا معنا هذه هاد الدار هذه ولا هذه اللي تكبوها؟ لا هذه هذا المنزل هو الدار اللي مسدوده بالردم راه دخل شوف ما تقدرش من هنا ندخل من عندي الدار تقدر ندخلوا هانيه ما كاينش مشكل اجي معانا سيدي ستار الله ستار الله حنا نعم نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي هذا الشيء كما كتشوفوا معنا خطير وخطير وحجم الدمار اللي وقع هنا بهذا المنطقه كما كنشوفوا هنا ها لي كابل لي كابل مازال يعني هنا على المباشر كما كتشوفوا معنا يعني قوه الانهيار ديال هاد المنازل هو ما كاينش غير منزل واحد قضيه نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي كنعتذروا على الانقطاع ديال البث كما كتشاهدوا معنا الحجم ديال الاضرار اللي وقع هنا لهاد الناس هادو وعلى المباشر مشاهدينا منازل كلها تقريبا كما قالوا لنا الان ثلاثه المنازل راه انهارت من بينها جوج رياضات والمنزل اللي وقع فيه المشكل المنزل اللي وقع فيه المشكل بعد المنازل وحدين اخرين وجوج رياضات وجوج على باب الدرب نعم مشاهدينا كما سمعنا الان من عند السيده مورايا مجموعه راه بيتنا فايقين على رزقنا وشفرونا. يا اخويا راه داكشي اللي داوي الناس. نعم. اخويا الساعة ملي كانت الوقاية البدنية. اخويا السلام عليكم. عليكم السلام وي خويا. كي داير اخي؟ نعم خويا. دابا حنا البارحنا الناس تموت والشفارة طالعين تيشفروا عباد الله رزقهم هاد الدار هاد الشريفة هادي. نعم. عطاتهم باش تقبل باش نقدو روح. ويشفروها ماشي حرام واش هذا هو الاسلام. واش هذا هو الاسلام كان وانا الاخلاق اخويا خاصة الله يديم اخلاق الله يديم اخلاق كان ما درناش احتجاج على الخدامه كان ما كنا درنا احتجاج على الخدامه جايبين لنا جوج خدامه جوج خدامه كان درنا احتجاج عاد جابوا لنا خدامه دابا خدامين
حل لنا الباب ما تيدوزو يشفروهم، واش هذا هو الاسلام؟ فين هما هاد المسؤولين اللي مخلي الراجل تيبني بقلاعيد الجاف؟ شو التراب كيداير ينشف؟ واش هذا ما غاديش يطيح؟ واش تيبني بالشبكات ميكا؟ واش هذا شنو هاد الشيء هذا؟ فين هما المسؤولين؟ فين هما اللي كانوا تيخليو تيبني؟ الناس ما كتلقاش ما تلقاش الناس ما كتلقاش ما تلقاش شوف الناس ما لقاتش من تدخل ولا تخرج، كاين اللي ما خرج دابا هنا يومها، كاين اللي عندهم ممرضه بليكوش لا موكلاش ما تشوف. هذا با ما تندير الدياز مين نخرجو؟ مين نخرجو دابا؟ خصني نمشي لكم ترتز. نتمناو هذه الرساله توصل للجهات المسؤوله. شو حنا بيتين فاخن دارنا الراجل والله ما نعس. هذا بيته مع بنته في الطبيب، هذا بيته مع بنته في الطبيب. شوف اصاحبي على حال الشكوى بين الله. نعم الرساله واضحه اخي مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. سمعنا المعاناه الان ديال الساكنه، كل اللي مخلي والديه اللي مخلي ولاده، ظروف صعيبه كيعيشوا هاد الناس هذه في هاد الاثناء هذه. بغينا نطلعوا نشوفوا نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. سمحوا لنا عفاكم اخوان. نعم سير لا لا سير سير دائما وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، احنا معاكم. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، احنا مع رفقة الساكنة. نعم لا لا سير. الله يدير الخير الله يدير الخير لله. نعم مشاهدينا سيري اسمح لي. عندك لالا ماشي يا نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، خليكم معنا على المباشر. غادي تشوفوا حجم هذا الدمار اللي وقع هنا بمدينة فاس. وي داك الشيء داك الموبيلي طاح راكن فايت السمعة بشحال يا 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 باش طاح يا يا وتصور العلو ديال السمعة أكثر من السمعة كله طاح الأرض. نعم وعلى المباشر مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. ياك لاباس اشي اشي فين الخشب دز على الخشب ما نطوش هاد السطح. لا هي هبطت نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي، غادي نحاولوا نقربوكم من حجم هادشي اللي وقع. يا 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 شوف 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 المصيبة فيك هاد السمعة ما كانتش كاتبان اخويا. نعم نعم ضرقها ما عمر شي مدينة شي بناية في المدينة كانت واصلة حتى لهكايا. نعم مشاهدينا كنعتذروا الصورة يعني حتى الضوء ما معاونش، لكن فاللي غنقول لكم هو أنه دمار كبير هنا أمامنا مشاهدينا. عدد كبير ديال المنازل عدد كبير. نعم عدد كبير ديال المنازل مشاهدينا، كما كنشوفوا الناس مازالين في الاسطح ديالهم، راه مازالين كي يعني كيترقبوا كي الله يدير الخير. نتمنى يعني الله يدير الخير في هذه الواقعه هذه كما كتشاهدوا معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي من هنا من مدينه فاس. فواش هذه حتى هي طاحت؟ حتى هي. نعم كما كتشاهدوا معنا هذه اللي بقات. جوج اخويا كانوا تيتعاندوا، هذا عطاه الله موتى في الطواليت. هذا مات الله يرحم الله يرحم. اذكروا امواتكم بالخير. هذا يهودي اذكروا امواتكم بالخير. حشومه الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم الله يرحم. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، الله يحسن العوان الناس، الله يحسن العوان ديالهم. كاين اللي كيقول لك قيدنا راسنا متشردين الان احنا في الزنقه، فالله يحسن العوان. الظروف اللي كيعيشوها كما كتشوفوا معنا هنا عدد ديال الاسر ها هما معنا مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. اللي خايفين كاين اللي مازال خايف، خايف انه شي حاجه اخرى تعاود طيح، خصوصا مع التقلبات المناخيه اللي كتعرفها البلاد حاليا. الله يدير الخير. كنتمناو يعني انه يكون التفاعل ايجابي مع هذا الطلب ديالهم. دائما هو على المباشر مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي. كما شفنا من المنزل ديال السيد معي غيكون معنا واحد الوليد. راه كان عندك خويا، عندك واحد الوليد. اجا خويا شد 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 هذا شد الله
عيب شويه عليك اخويا. الا بغيتي نصيفطوا لك شي فيديوهات ديال بالنهار. لا صافي كون هاني، انا معاكم، انا معاكم. شكرا. نعم مشاهدينا متابعي قناه شوف تيفي، كما كتابعوا معنا. نعم الشريف، شكون اللي كان حاضر؟ واحد الوليد كان معايا. مش حاضر اخويا. نعم لا عطينا شنو نبينش لك وجهك شي مرحبا. الله ودي هذا واجب الوالده. نعم لا شنو واقع؟ كنا جالسين حسبنا احنا زينزاز، شتي زينزال قلبو القوة ديال الانفجار وديال باقا تيضرب بينا بدا لك هاها يا ربي. شتي فاش حسبنا فاش طليت هكا، انا حسبني شي بوطة حليت السرجم تلقى الدنيا بيضاء، النفس ما تطلعش بالغبرة ما كاينش. ملي طلينا لا ملي نطلعوا لا السيدة طيح عليها التراب في الباب ديالها، ما عندها مشيت لك بنتي، هي كضرب الباب من الداخل وبنتي كتهبط التراب من هنا باش تخرج هي ولادها. تخرج ديك السيده اللي كانت هي ولادها محاصره. كون كان ما كانتش البنت ولادك كون ماتوا تما هي ولادها. هي السيده اللي كانت معنا مسكينه بالله. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. شوف نظركم السبب اللي وصلكم لهذا الشيء كامل. الرشوه خويا، الرشوه هي اللي كتوصل لها شي واحد. كلشي واكل تدير شي كايا، ما كانش لي كايا. شتي انا ولدي بنابيك، جا القايد وجا المقدم وجا الباشا وجا كلشي، هو طلع موبل على قدو ما كانش اللي يهضر معاه. رسالتكم اليوم للمسؤولين؟ رسالة للمسؤولين يشوفوا خدمتهم، يخدموا بضمير، يراعم شويه الشعب، يراعم المواطن اللي ما عندوش باش يديروا لنا الفضيحه هذه ونبقاو حنا واحلين. ولكن عاش الملك. الله يسر سيدنا خويا، الا بغانا سيدنا نموتوا، الا بغانا سيدنا نموتوا نموتوا خويا هكا. لا حول ولا قوة الا بالله. بالعكس سيدي، شوف صاحب الجلاله كيوصي على المواطنين ديالو، وما كايناش ما كاينش شي واحد غيبغي الشعب ديالو. الله يحسن العوان. مقدرينكم ومقدرين الظروف، مقدرين ظروفك حبيبي، مقدرين حتى نتومايا. الله يحسن العوان انك دابا بيت انت وولادك في الزنقه الخلعه. زيد الله يحسن العوان. نعم الشريفه، هاد السيده فتحت لنا باب دارها. هاد السيده هادي حسيت منها كانت هي عندها عندي الخراجه الدربه باش كيدوز الدرب، يعني كانت كتساعد المواطنين. حيا بابا من تما، عندها دخلوا الوقايه المدنيه وعندها دخلوا كل شيء. الله يجازيها بخير. تتعرض للسرقة، ماشي حشومة، ماشي حشومة للأسف. للأسف الشديد، للأسف الشديد. أخلاقنا ماشي هاد. واحد خايد معاك كتشوف الأرواح حتى تموت قدامك، كتقيس غير في الحيط كيضربك الضو. نعم نعم. شهاد الشيء هذا. مسكين الله. نعم مشاهدينا متابعي قناة شوف تيفي. وشهاد المرأة تموت في البيت وحنا ترحمها كون جدا وما تشفوش بالدجاج. لا حول ولا قوة الا بالله. شهاد المرأة اللي قدامك كون ما كانش عتقتها بجهد الله تعالى اللي ربي صيفطنا لك، وكان ماتت هي ولادها. الحمد لله. عندها السلوكة ديال الضو هكا، بدل ما تطلق يعني قصي غير في الماء تضرب، قصي غير في الحيط تضربك الضو. الحمد لله ربي دار تاويل ديال الخير. كتخاطر بنفسو وكتعيط ويخرج بلاتي عليهم. شكون هو هذا المسؤول اللي غادي يعيط لك؟ تتعيط ل 15 شوف واش يجاوبك. موت تما في بلاصتك. ما تكذبوش على الله، جوج البوليس هما اللي ضربوا تمار. الله يجازيهم بخير، تيخدموا في بلادات السياحة. لا صاحبي هما اللي وقفوا معنا. الله يجازيهم بخير. ولكن هي السلطات اللي خلاو يبنوا هذا الشيء. زعما البوليس وزعما نظركم باش مشكورين على العمل ديالهم. غير واحد الله يحفظكم، غير واحد باش نعرفوا الصوت. الله يجازيكم بخير. نعم اختي، اليوم شنو رسالتكم للمسؤولين انتم يعني من بعد هذه الواقعة اللي وقعت؟ وربي تنقول لهم اسيدي ما كاتب خرجت بخير. يحسبوا بان داك الدار راه دارهم، وهاد الاولاد راه وليداتهم. كيقول لك يحط يدك على قلبك ولا ضرك ضر الناس. نعم. يعني كما انت كتخاف على وليداتك وداك الشيء، خاف على ولاد الناس. تيقول لك فرش لولادك، فرش الناس فين نعسوا ولادك. هاد ثلاثة الناس اللي تخنقوا لاباس عليهم دابا بخير، ما كاينش مشكل. مسكينة هاد البنت هادي 4 الصباح مسكينة مازال في السبيطار مليحة مع بنتها. وشفنا ذاك الشاب اللي تلاقى معايا قبيله في الاول حتى هو. عرفتي راه لا اله الا الله، المراه مسكينه عندها 70 عام ما قتلتهاش غير الخلع مسكينه، مريضه بالسرطان. الله يشافي. مخرجينها غير من الشرجم مسكينه. البنت نعم. مسكينه ساعتين وهي تحت الردم. نتخبوا هي الدرد هذه باش جبدوها. هانت انا عندي تصاور، يعني لما بانوا لكش دابا بالليل نوريك التصاور ديال النهار كي دايرين. نعم. كلشي راه حنا دوزناه اختي، نتمناو. نعم قالوا له راه في الدار، قالوا شكاين شي موته. قالوا له عطيه نسمع. فاش قالوا له عيطوا لهذا السيد، قالوا له اسيدي راه الدار طاح. قرب الميكرو شويه. قال له واش كاين شي موته؟ قال له ما كاينش الموته. قال له ما عندي ما ندير، ما كاينش الموته، شندير له؟ هذا شكون؟ مول الدار. مازال ما شفناش، مازال ما جا عندنا ما سول. الراجل كان تيعيط وتيقول له الدار طاحت، من راه الدار تطيح من تحت تطفى عليه التليفون. ذاك السيد كان يموت هو وولاده. هي الام ديالي من شافتو قالت لها شتي انت كنتي خدام تما ما عرفاتوش. ما عرفتوش. ما عرفتيش. خارج بيض. مسكين. نعم. والله من هذا منك الله ياخذ فيه شي حق. والله تعالى ياخذ فيه شي حق. لا عندنا شي دعوه 70 عائله قطع عليها
كاين اللي ما خش يومين، كاين اللي عندهم مطيحه هنا في هاد الدرب ليكو، لا ما وكلاش ما تاكلش، هو جالس مع راسه في الفيلا ديالو. سمع لنا عطى الرشوه الصحافه ما خلاوش يدخلوا عندنا من البارح. الصحافه انتم بحالكم راه حنا دخلنا دابا كنا وصلنا عندكم وحنا جينا عندكم عندنا جيت عندنا حنا وصلنا شوف تي في وصلات عزيز كنشافوك اخويا جينا في الشارع ياك اخي جينا في الشارع امام الجميع. انا قلت لك اخويا راك مخبه، انا خبيره جات وحدة ودخلتها على داري مخبه، قال له واش عندك التصريح؟ ما خلاش رسالتكم واضحة، الرسالة تنقول لك رسالة واضحة اللي كنسمع في هذا الشيء كله. حنا والدينا تيديروا الدياليز، عندنا امهات مرات، انا امي تتخنق علي البعيد لفت، انا سامح في خدمتي دابا ثلاث ايام ما خدمت، يعطيني هو باش نصرف على ولدي ولا على ولادي؟ ثلاث ايام ما درت فيها الضرب، هذا السيد هذا خدام في قهوة، ها هو دابا جالس ها هو دارو شي صور 70 ولا 60 درهم في النار مجمع واحد البركة تيقضي بها قوت العيش ديالو وما شفروها له. هما داولو بزاف المسائل مدار، اللهم لا هذا من الكهر، هو المول الدار ما مسوخش، عايش ناعس مع راسو، ما سولش حتى شكون اللي ما تلاحش، حنا تنقولو بك الشكوى بك الله، تعيطو به الشكوى الله، شي تيموت وشي تيشفر كل واحد تيدير اللي بغى، حنا خدامة قبيلة كما خرجناش كنغوتو، كاع ما يجيبو لنا سبعة ولا ثمانية خدامة باش يفكو. البارح جايبين جوج وقال لك حقهم ما بغيتو خدامي، هذا بطمطي في ثلاثة الصباح ما لقى حتى واحد. كلشي بق بق مشى ينعس، انت موت، انا خارج مع السبعة الصباح ما كاين حتى واحد، 12 ومازال ما جات لا سلطات لا والو، غير البوليس واقفين باب الدرب، اللي تيحفر فاش جاو جوج الناس، قالوا ما سيدي راه خمسة ديالهم مضرورين، قال له حنا صيفطوني على الأحباس، نصوبوا الضد الأحباس هي الأولى عاد نشوفوا من بعد الأحباس، هذا الشيء ماشي معقول، زعما انت موت، حنا تنعرفوا سيدنا توسع الشعب ديالو، راه فاش يجي يخطب تيقول شعبية العزيز، حنا تنعرفوا الله والمالك. رسالة واضحة مشاهدينا متابعي قناة شوف تي في كما تابعتوا معنا هذه كلمة ديال الساكنة الآن يعني من الأعماق من القلب، كنتمنوا التفاعل الإيجابي مع هاد النداءات وهاد المناشدة، الحمد لله ربي دار تاويل ديال الخير، الله نتمنوا من الله تكون آخر المحن يا رب، كنتمنوا التفاعل الإيجابي والرسالة تكون إن شاء الله للجهات المسؤولة والمختصة من أجل التفاعل مع هاد اللي نقدروا نقولوا أنها كارثة مشاهدينا لولا الألطاف الإلهية، هذا هو اللي كاين كانت غتوقع الكارثة. هو ساكن معنا الدب قوت الخلات كلاته نفسه مشى يهز الدنبيرة ديالو تهز بها الترا. نعم حنا غنهبطوا نشوفوا هادشي، شكرا لكم. نعم ماشي محنه، كارثه نعم، ولكن كنقولوا الله يجعل اخر المحن. هاد الكارثه كنا حنا كنتظروها ازيد من شحال هادي يعني معنا شي هذه ما بانش لا ما يبانش وجهك لا لا هاد تتمشي معايا حتى انا من المتضررين، انا المتضررين على باب الدرب وانا غنديك باش تشوف الوقائع وغتصور الاحداث بعد ديك الساعات نتناقشوا انا وياك. واخا اختي شنو وقع لك؟ حنا في المباشر الان. مادام اننا في المباشر نعم. مع الساعه 7:05 خصام 7:25 دقيقه بالضبط. بداو شي تصدعات، داك التصدعات مباشره هبط، ما عرفنا واش زلزال ولا بوطه، لان بقوه داك الضغط اللي انفجرت به الدار. مباشره ما عرفنا شي، كل شيء بيض. كلشي بيض صافي على الغبره والديور كحل ولو بيغ هو ان الضو ما كاينش، ولادنا كيغوتو في الزنقه ما عرفوش راسهم واش ميتين ولا حيين ولا شنو وقع. نعم وهاد الكارثه حنا كنا كنتظروها من شحال هادي، لان علاش هادشي كان كيتبنى حدانا؟ اها كيتبنى بمواد عشوائيه. هاد المواد العشوائيه عينا ما تقدمنا الشكايه الاولى، الشكايه الثانيه كتقولوا راه هادشي ما صالح، هادشي راه ما هاد العلوم واخا كيتوقف هادشي ولا كيزيد يتسامر. لا اذن صاغيه، لا اذن صاغيه، علاش هادشي؟ حنا كنا عارفين، حنا راه حنا فئه شعبيه ماشي فئه نبقاو حنايا نتجبدوا على راسنا. نعم فئه شعبيه عارفين كل شيء واضح كل شيء باين، القايد كيدي الباشا كيدي ما نتهمو حتى شي واحد الا ما عندناش دليل. اختي الله يجازيك بخير ما عندناش دليل، ما عندناش دليل، ولكن حنا هذه مسائل هذه مسائل بسيطه كنقولوها. علاش ملي كنهضروا مع الشخص مضر حنا هضرنا معاه شخصيا كنقولوا لاسي فلان الله يجازيك بخير، هادشي اللي كدير راه غير معقول، وهادشي راه غير لا 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 هادشي راه حنا عندنا مأمن، ولكن المواد اللي كيدخلها مواد زيرو، مواد زيرو يعني ما صالحاش البنين، وما صالحاش البنين، كيدير كيشر الحيوط وكيغربلهم وكيخلطهم مع الجير، هذيك هي العجنه اللي باش نطلع حتى المواد الاول اللي كيستعملها ما كاينش غير الخشب، كاين غير الخشب. دابا انت غتجي عندنا وغتشوف ما كاينش الكوايز ما كاينش نقولوا حنايا الساس، ما كاينش الكايزه، كايناش الكايزه، علاش غينزل؟ وبلا هكا ما غايل علاش ينزل؟ داك المستوى اللي طالع به العلوم
راه ما لا يعقل كيف انا كيف انا درت فلي دليل ديال غير فوق البيوت طلع فوق منها خمسه ديال ليطاج خمسه ديال ليطاج خمسه ديال ليطاج حنا كنشوف وفين السكان هاد خمسه ليطاج لا هو مين مشينا هضرنا معاه حيت هو كان شحال هذا كان ساكن فيها هو فتالي عاوتاني جاب اختو فتالي حتى هما شافوه بان هذاك السكنه راه غير صالحه جاو بحالاتهم ما مأمنينش ما مأمنينش بتاتا موراها شنو دار قال لك غندير هذه جمعيه بدا كيطلع الثالثه غنديرها ميزون دو طلع الرابعه هو غير كيطلع ما عملناش ما فهمناش واش كاين شي بلان ولا ما كاينش ما كاين حتى حاجه شكون غير طالب في البناء اصلا دابا انت جهات مسؤوله فوالا جهات مسؤوله وانت اللي هضرتي معاه غايقول لك واش انت سوقك واش انت عندك شي حق باش تقول لي انا شنو كندير هذه داري وانا حر ندير فيها اللي بغيت كاين ولا ما كاينش؟ واخا الشكايات كيمشيو حنايا شنو هو؟ حنا كنا شنو ملي كنديرو كنمشيو للجانب الاخر كنقولو ما تدخلش علينا الدنبيره راه حنا كديرنا الصداع كديرنا الغبره والله يجازيكم بخير والله يجازيكم هو الغلط الكبير حتى حنا منا كساكنه ديال هذا الحي مين يدخل هاد المسائل هادي خصنا نديرو لها وقفه احتجاجيه باش يسمعونا السلطات ما سمعوناش السلطات واخا تقدمنا لهم شكايات ولا وقلت لك لا اذنا صاغيه كبحال اللي كتخوي الماء في التراب إذا شنو غنديرو؟ وكنا كنتوقعوا هذا الشيء وحق لا إله إلا الله لأن مال تجد عمار لأن شنو هو؟ آخر مرة هذه تقريبا واحد سنتين باش غيطلع تقريبا الخامسة وقع واحد التصدعات كبيرة يعني شقات كبار وطلبنا عي مشينا هضرنا معاه قلنا له داك راه لا 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 شوف شنو واقع لا 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 راه ما كاين حتى حاجة وجاو السلطات اللي هما سلطات ولا سلطويات ولا كيف ما كانوا هما كتصغير هما ما خصهمش كاع اصلا يقول يوصلوا لهذا المستوى المسؤولين شوف المسؤولين جاو المسؤولين سهل الماموريه على راسك جاو المسؤولين شنو داروا؟ جاو المسؤولين جاو حنا كنهضروا على قبل الكارثه انا ما كنهضرش على بعد الكارثه قبل الكارثه قبل الكارثه جاو المسؤولين قال لهم هذا الشيء صحيح ما تخافوش على من المسؤولين؟ مسؤولين على راسهم مسؤولين على ديورهم ما مسؤولينش على سلامة الشعب الناس اللي هنا عندهم وليدات باش هذه الهضره منتقيه ولا منتقيه يمكن انا حمقى يمكن حمقى ولا ما كنعرفش نهضر لا كلامك اخشي يمكن نعم. ارانا داك التشققات والتصدعات اللي وقعوا شنو دار لهم امرهم جيب لنا السيما والرمله وقص كتغطيهم باش ملي يجيو المسؤولين اللي هما مسؤولين ها حنايا فينا واحد راه مغطي صلاة النبي وانت تفهم وانا نفهم والله ياخذ الحق الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق كيف ما هجنا حنا ولادنا وشرد اسر الله ياخذ فيه الحق هو جالس حنا ما كنهضروا على قرايه ولا حنا ولادنا ما كيقراوش اصلا لان اللي كيقراي ولادو ما ندخلوش حنا في هذه المسائل واخا نبقاو دابا في هذا الشيء اللي واقع الان الله يدير الخير رسالتكم اليوم للجهات المسؤوله والمختصه الله ياخذ الحق ويحلوا لنا باش نخرجوا والله ياخذ الحق حنا مشيو ويديروا لنا نخرجوا منين ندخلوا يديروا لنا فين غنمشيو وفين غنمشيو ونعيشوا فين غنمشيو دابا نتوما شنو واقع دابا شنو واقع دابا حنا خلينا على الاقل عطيونا غير شي ماشي ساكن ولا دبر راسهم حنا ماشي علينا يديروا لنا ولا يديروا لنا شي حاجه انت شتي دارنا كيفاش نمشيو حنا ولادنا واش العائله تلقاو حنا ديما ما نوليوش ندخلوا لهذا الشيء كيقول لك عندنا اسبوع هذا اسبوع ما يهشي فيه حتى ديك الحديد رسالتكم واضحه رسالتكم واضحه اختي كنتمناو انه توصل هاد المناشده وهاد الكلام يوصل للجهات المسؤوله ويتم التفاعل في اليوم في هاد الساعات المقبله مشاهدينا ويتلقى حل هاد الناس هادو اللي الان كما سمعنا انهم باقين في يعني هاد الناس راه بيتين في الزنقه هذه الصمعه ما كانتش كتبان ما كنا عمرنا ما شفناها راه كانت مغطيه بالبني راه داكشي طالع ما كنشوفو عشو مشى حتى شي حاجه واش دار في المدينه القديمه عندها هاد العلو هذا ومبنيه على اساس فاشل المدينه القديمه عندها ما عرفتش شحال من عام نعم الرسالة مشاهدينا متابعي قناة تشوف كنتمناو التفاعل الايجابي مع طلبات الساكنة والمتضررين هادو متضررين هادو ناس اللي حفظهم الله ربي كتب لهم عمر جديد الحمد لله على هادشي ولكن كنتمناو انه يتم التدخل العاجل من اجل باش ما تتكررش مثل هاد الكوارث اللي الله يسر كانت ممكن انها تؤدي بارواح وعاد نجلسوا من بعد نقولوا يا ريت هادشي اللي وقع ما كان رسالة واضحة للجهات المسؤولة كنتمنى أنه يتم التفاعل كان معكم مراسل القناة منير معطاوي من مدينة فاس إلى اللقاء